وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث السياسي العراقي حسين سبعاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بداية، الصحافة الأمريكية كشفت عن تقارب محتمل بين زعماء ميليشيات في العراق والولايات المتحدة الأمريكية، هل كانت هناك أي تباعد أو هل كان ثم تباعدا بين أمريكا وتلك الميليشيات حتى يتم الحديث الآن عن تقارب؟ هو العلاقة ما بين الميليشيات وما بين الولايات المتحدة كانت في السر، والآن يراد لها أن تكون على العلن. الموضوع فقط هو من السر إلى العلن، ولا يوجد أي خلاف وأي تشنج ما بين الولايات المتحدة وما بين هذه الميليشيات، بدليل أن هذه الميليشيات قاتلت كثيرا تحت مظلة الطيران الأمريكي، وقاتلت في روسيا أيضا تحت المظلة الأمريكية والروسية. بالتالي هذه الميليشيات ليست لديها أي خلاف مع الولايات المتحدة منذ القدم وليس الآن، ولكن كانت العلاقة السرية، يبدو أنه الآن يراد لها أن تكون علاقة علنية. طيب كيف يمكن أن توفق هذه الميليشيات في علاقتها بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران في ضوء التصعيد الحالي بين الطرفين؟ ايضا ايران ليست لديها اي مشكله مع الولايات المتحده الامريكيه، وليست وما يقال وما يرفع من شعارات الممانعه هي كذبه على الشعوب الاسلاميه وخاصه العربيه لتكون لها حاضنه في مشروع الفارس التوسعي. ولكن ايران على علاقه استراتيجيه مع الولايات المتحده، وما هذا الخلاف الا هو تكتيكي وفقط للاستهلاك المحلي. ما هو تاثير هذا التقارب بين الميليشيات والولايات المتحده الامريكيه على تشكيل خريطه القوى السياسيه في المرحلة المقبلة من العملية مما يسمى بالعملية السياسية في العراق؟ وهل يعني تتوقعون أن يتكرر المشهد نفسه منذ 15 عاما، أم أننا سنشهد شيئا مغايرا هذه المرة؟ يعني بداية هو حقيقة خيبة أمل على من كان يظن أن هذه الميليشيات هي عدو للولايات المتحدة، وإحنا ندرك ذلك، ولكن لكي يعرفوا الحقيقة على ما هي عليه. أما التغيير الذي سيحصل، أنا لا أعتقد اليوم أي تغيير منذ 2003 إلى الآن سيكون تغييرا إيجابيا على العراق، لأنه من 2003 إلى الآن هذه الحكومة لم تستطع أن تبني العراق ولم تستطع إعادة بنائه، بل زادت من تدميره وزادت منها بخيراته. الفساد الموجود هو فساد نخبة وفساد قمم، لا يمكن إصلاحه بأي حكومة جاءت، لابد من إزالة هذه الحكومات المتحاقبة والإتيان بحكومة وطنية تستطيع أن تقضي على هذا الفساد. الفساد الآن كبير جدا ومتغول من الحزب الحاكم إلى الأحزاب الصغيرة المشاركة في السلطة، فكيف سيكون الإصلاح؟ لا يمكن أن يكون إصلاح أبدا. واشنطن في وقت سابق صنفت بعضا من الميليشيات كمنظمات إرهابية، كيف ستتعاطى الولايات المتحدة الأمريكية مع الحكومة المقبلة في ظل هيمنة الميليشيات عليها؟ نحن ندرك حقا النفاق الأمريكي في التعامل ما بين المكونات الإسلامية وتحديدا ما بين المكون السني والشيعي، ندرك ذلك حقا، ولهذا السبب عندما تصنف مكونا سنيا إرهابيا تقوم باستهدافه واستهداف قواعده وقياداته، أما عندما تصنف الآخرين من الميليشيات وغيرهم أنهم إرهابيين لا يمكن أن تستهدف أحدا منهم، ولحد هذه اللحظة هي لم تستهدف سواء في اليمن أم في العراق أم في سوريا أم في جميع المناطق الأخرى. ولهذا السبب الازدواجية الأمريكية في التعامل أصبحت معلومة للشارع العراقي وليس للباحثين والمثقفين والنخب الأخرى. من إسطنبول الباحث السياسي العراقي السيد حسين سبعاوي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.